أعلنت شركة بيون عن استكمال المرحلة الثانية من مشروع الحديقة الشمسية التابعة لها، وذلك خلال احتفالية أقيمت بهذه المناسبة بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء. نعم، وأكد الشيخ عبد الله بن خليفة الخليفة رئيس مجلس إدارة شركة بيون أن جهود الشركة موجهة لتحقيق خطط الاستدامة وإنتاج الطاقة النظيفة، حيث أحرزت الشركة تقدما كبيرا منذ انطلاق المرحلة الأولى من الحديقة الشمسية. وتكلل هذا التقدم بالإعلان عن استكمال المرحلة الثانية من المشروع الذي مكن بيون من أن تكون أول شركة في البحرين تستخدم مركز بيانات يعتمد بشكل كامل على الطاقة النظيفة. هذا وأشار الشيخ عبد الله بن خليفة إلى أن مسيرة الشركة في مجال الاستدامة البيئية مستمرة بما يتماشى مع التزامنا برؤية البحرين التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حول التزام المملكة بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول العام 2060. في شركة بيون نؤكد التزامنا بدعم جهود حكومة البحرين في تحقيق رؤيتها للاستدامة البيئية وتحقيق أهدافها فيما يخص مبادرات إزالة الكربون وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة مصادر الطاقة المتجددة. ونحن فخورون بكون شركة بتلكو، وهي جزء من شركة بيون، أول شركة اتصالات في مملكة البحرين قامت بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في الحديقة الشمسية التابعة للشركة في عام 2021، والتي كان لها دور في دمج البرامج البيئية وتحقيق الأهداف الاستدامية المؤسسية. واليوم يسرنا الإعلان عن استكمال المرحلة الثانية من مشروع الحديقة الشمسية، واللي يمثل توسع المرحلة الأولى في المشروع. تبلغ الطاقة الإنتاجية للحديقة 1.8 جيجا وات في الساعة من الطاقة النظيفة، والتي سوف تساهم بدورها من تقليل الانبعاثات الكربونية بما يعادل 1200 طن سنويا. وهذا يعني أن يمكننا الإعلان عن أول مركز بيانات يعتمد كليا على الطاقة النظيفة التي يتم توليدها من الحديقة الشمسية، والمتواجد في موقع ديتا أويسس التابع لشركة بيون. يعد هذا إنجازا غير مسبوق في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ونحن فخورين جدا به.